تبع الدبت يخرج من ناصح والله للدرجه هذه. اه ضربه قراف صاحبي، ضربه قراف دير بالصح. انا يومين وين نعس في الفراش، يلا فقت اليوم هي باش عيطت لك. اه شنو وقع في الصبونا؟ المهم خوتي خواتاتي انا نعاود لكم واحد ليستوار. انا اصلا هذا وقت انا طراتك نهار اللي صبوناني معاش لا مع ديك 12 و 12 ونص ديال الليل. اه ديال الليل انا اصلا اخويا انا دابا اش قلت انا دابا ما عمري خرجت اصلا والله شهد انا ما اقول خرجت نحتفل، وماشي انا خارج نحتفل، خارج باش نشوف الاجواء ديال راس العام. يعني خارج باش نشوف الاجواء ديال راس العام كيفاش كيكونوا هذه. حتى انا جيت مريح في الدار، مريح في الدار، قلت اللهم نمشي نخرج نضرب دويره في المدينه. مشيت للمدينه دخلت البار الاول بان لي داكشي ماشي هو، في المشاكل الثاني في المشاكل، ومعايا واحد الدري الثاني في المشاكل. ماكش واحد ها؟ اه معايا واحد الدري اه، واصلا كنت غادي بوحدي. ديك الدري تلعش معاه صدفه، كنعرفو معرفه الزمان. وطلعنا صدفه قال لي فين غادي؟ قلت لي انا غادي نهبط نبدل الجو هذيك هذا ما علينا. هي هذيك اخوتي دخلنا لواحد البار، وهذاك البار ما باش نسميه دابا بدون مسمى. دخلت ها كمل، دخلت هذاك البار ريحت وصار حد قال حطينا مشروبات كنشربوا فيهم. هادي جات واحد الميزي كما كنقولوا زماكريه بركاش معايا انا وداك الدري، بقينا كنضحكوا ونكروا. تلاقينا مع واحد مشهور كيشرب كيقول لي جاطو اش كيشرب هذاك التحدي يا خويا ايمن اللي بحال ديال الدرم جاتو اصلا شي يقول لي كازاوي. اه نيبال كازاوي، نيبال كازاوي اللي كيدير هذاك التحدي ديال جاتوس هو اللي كان مكلف تما في هذيك القاعه ديال البار. شنو كان كيدير؟ يعني بحال فيدور. واش فيدور ولا بحال فيدور؟ او فيدور قول، هو اللي فيدور تاع تما. متاكد؟ متاكد 100%. عندي فيديوهات، عندي دليل، عندي كلشي. ها؟ فيه فيديوهات من تضربت ومنين كذا ومشى معايا هو للسبيطار. اه كاين كلشي في الفيديوهات، انا ما كنهضر كنضرب الدليل، ماشي شي نهضر شي حاجه وانا مسؤول على اي كلمه كنقولها. المهم علينا ريحت سلم عليا كيدير خويا بخير هو يوتيوب بور كما انا يوتيوب بور. شويه جات هذيك مولات البار سميتها سوسن. لا تسميش لي فوالا، جات مولات البار ضحكات معنا شويه حتى هي كذا، ما علينا مشاو حنا بقينا كنضحكوا بيناتنا صديق، وهذيك الزماكريه حتى هي فرنساويه كنضحكوا هذيك كذا. شويه كنشوف قدامي واحد الطابله مقابله مع قدامي، يعني انا بالك هكا ضروري تهز عينك كيبان لك داك الشيء اللي قدامك. واحد شويه واحد السيد ناط. واش كنتي في حاله السكر؟ انا بالرجوله ما كنتش في حاله السكر لا والو، ولكن شنقول لك يعني المهم بنادم راه كاعرف ملي كيدخل تما كيشرب عصير كيشرب سيسي يعني الماء. انا ما كنتش سكري لا والو. المهم علينا كيبان لي واحد السيد سكران هرز شد قراعي ديال الشطرة بغا يهرسهم بشاخ، ويجي عنده الاخ نيبه، نيبه هذاك المشهور في السوشيال ميديا. جا عنده مالك ما مالك، كان بغا يضربه بقراق، جات مولات البار كان بغا يضربه بقراق، نقص انايا وبهذيك القراعي اللي هرس بغيت نفك. لا خويا وانت سكران وخاسر على راسك فلوس بلا ما طرا هادشي هادي ما هادي، ويدير لي قراعي طير ليا صباع. كان دار معايا بكازا اه والفيدور ومولات البحر. جا انت شنو علاش دخلت؟ انا دخلت على حسب باش نفك، ماشي باش نفك يعني باش طيح شي روح شي شي مشاكل عباد الله داخله باش تضحك وتنشط. ونيبه راه كنعرفو بانه بحال الصديق تقريبا، واخا ماشي صديق ولكن عادي داز السواشر وليت انا واكل دقه ديال بصح. شنو وقع من وراء وقع؟ انا الصراحه كنت غنضرب هذاك السيد ولا كيفك فيا نيبه وتحاموا شي ناس كيجروا ما تيجروا هبطوني خرجوني من البحر ولا خرجت الدو تضربت لداخل. تضربت لداخل ما فيديوهات كاينين انت مسجل كلشي كلشي مسجلو. تضربت لداخل وقت اللي خرجت ما جبت شي نيبه ولا مولات البحر ولا شنو؟ اه جبت اه كلشي مسجل كلشي موثق. خرجت قدام الباب الدم كيشرشر الدم الدم باقي لحد انا هو كيدوز الدم يا هذيك ويقول لي الدم كيشرشش يقول لي ما تشدير خرجوا لي ديك السيد ولا يعيطوا على الشرطه ولا يعيطوا على البوليس يديروا قانون.
كتنقز مولات البار كتقول لي المشكل غيبقى عندي انا وني باش يقول لي انا خوك راه تخرجني من الخدمه وهادي ودخت. المهم انا شنو اللي دوخ لي هو داك الدم بغيتو يحبس وليت نقول دابا عيطوا على لابيلانس ديني ما قدروش يعيطوا على لابيلانس قال لي نيبانا غادي ندير واحد الحاله نعيط على طاكسي نديك. مشيت في الطاكسي. مشيت في الطاكسي ومصور الطاكسي حتى الطاكسي راه كاين مصوره حتى هو في الفيديو حتى هو كذا. داوني الميريزبو كانت عندي واحد اللحمه اللي هي خصها ربما تلصق حتى هما كيديروا خوان حتى هما خوان هذوك صاحب ميريزبو باش يلصقوا الانسان ويساعدوه هما باغيين يصيفطوه دغيا حيدوا لي ديك اللحمه جبدوا ذاك الموس اللي كيديروا به التشريح قطعوا لي ديك اللحمه لصقوا لي 70 فاصمه وقالوا لي قالوا لي هاك الوراق هاك لاكارت هذيك الكارني كدا هادي تتمشي لعند الطبيب ديال الحومه اللي في لاريشي ما درتش والو. ها؟ هذيك لاريشي ما درتش والو. وديك الساعه فين غيبقى لي هذيك راسي وانا باش نوصل باش الناس انفاق ونمشي نكمل دوايا العلاج الشعيف في اي سبيطار. سام اش كنفكر انا؟ كان معاك نيبا كازاوي كان معايا السبيطار. مشي معايا السبيطار. ها؟ شو قالوا لك؟ ما قالوا لي والو قالوا لي شوف حنا نعالجوك كذا هذي والغد لي سير السبيطار الحومي يكملوا لك العلاج. لا ملي مشيت دابا للعلاج الوراق والكارني وداك الشيء كامل اللي عطاو لي السبيطار بقى هاد الانيبه. علاش بقى هاد الانيبه؟ ما فهمتش علاش بغيت نعرف علاش بقى وحده. لا واش طلبتي منه وقال لك لا؟ طلبت منه قال لي انا نعطيهم لك جي عندي غدا نعطيهم لك. مشيتش عنده؟ ما مشيتش عنده حتى يومين وانا مغيب في الدار بالحمى والسخانه وهادي. علاش ما عطاهمش لك؟ ما فهمتش علاش. مش داويش ايدك؟ لا كنداوي يدي مشيت شريت الدواء خسرت على راسي. سبيطار الحومه يعني خاصك مشيت لسبيطار الحومه قالوا لي خصنا هذوك الوراق باش نعرفوا شنو هو عندك في صبعك. راه تي كنقول لك فهمتي؟ عارفوا شنو عندك؟ قلت لهم هذوك الوراق قالوا لي فين هما؟ قلت لهم نبقاو عند الفيدور اللي فين تضرب الطاوله اللي تضربش فيها. ما طاوش فيها. لا قال لي ترجع لهم غدا. نشوفوا غدا ان شاء الله مستجد ديال القضيه باش كطالب الحامل. باش كنطالب ان شاء الله القانون يعلى ولا يعلى عليه ونطالبوا علاش هذاك السيد اللي خزن عنده الوراق ديال السبيطار وعلاش ما بغوش يقدموا معايا السيد اللي ضربني يقدموا معايا رجال الشرطه وعلاش ما بغوش يعيطوا على لابيلانس بغوش يعيطوا على لابيلانس وعلاش يهزوني في طاكسي ودوني وعلاش بقى عند النيبه. انت ما قلتش والو في الشاشه اللي داز قدامك وما قلتش لهم لا عيطوا لومبيلونس عيطوا لهادي عيطوا. قلت لهم عيطوا قلت لهم عيطوا على البوليس عيطوا على البوليس كتقول لي لا راه داك الشيء عيط لي غيولي عندي مشاكل مولات البحر ونيبه كيقول لي راه جا هاد الشيء انا غاتخرج من الخدمه دخت ما عرفت نحل فيهم ما عرفت نحل في راسي في الاخر وليت كنقول مع الدم كيشرشر وما قوه العذراء انا باش الدم يحبس وانا قلت صافي دوني للسبيطار ندير نحبسوا لي الدم وان شاء الله نتوما غدا غتشوفوا الجزء الثاني ان شاء الله وغنمشيو حتى لعندهم ونشوفوا واش كاين القانون ولا ما كاينش القانون في هذه البلاد وتحياتي لك. اي واحد شوف هذا المباشر هضر عليه عطى الحق اللي هو يوتيوبر كذا كيشم سلطان بغى حق عنده حق الرد بغى يرد عليك فمرحبا به حنا بغى يرد هو يكذب هذا الشيء اللي كتقول. لا لا عنده حق يكذبوا لكن هما كلشي في الفيديو كلشي مسجل لا هو بصوت وصوره وصوت وصوره وهي تاهي بصوت وصوره مرات البار والبار تاهو صوت وصوره.